المشجعين والاهلي من النهارده بيرجع للتمرين مره ثانيه عشان يستعد لمواجهه الزمالك ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. هنروح مع حضراتكم طبعا زميلنا محمد توفيق جاهز. طيب زميلنا محمد توفيق جاهز من داخل النادي الاهلي في الجزيره، نتعرف منه على اخبار الفريق وعودته للتمرين واستعداداته للزمالك وقفل ملف بيراميدز نهائيا. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اعرف منك النهارده اول يوم، طبعا امبارح كان راحه بعد مواجهه بيراميدز، النهارده اول يوم يبدا فيه الاستعداد الفعلي لمباراه الزمالك. كلمني اذا كان في برنامج حطه مستر ريكاردو سواريش على مدار الثلاث ايام اللي هم بيسبقوا المواجهه. زي ما ذكرت بالظبط كده زميلي احمد، يمكن امبارح كان راحه للفريق عقب مباراه بيراميدز، النهارده هو بدايه الاعداد لمباراه الزمالك ان شاء الله مساء الخميس المقبل في نهائي كاس مصر. يمكن نادي الاهلي ما عارفين كلنا يعني بيدخل البطوله اول مباراه وهو حامل اللقب ب 37 لقب من قبل، وان شاء الله يكون ده اللقب 38 عشان لعيبه النادي الاهلي تصالح كل جماهيرها باذن الله ويقدموا عرض قوي يليق باسم وتاريخ النادي الاهلي. يمكن بدايه الاعداد كانت النهارده اللاعبين والجهاز الفني موجودين من بدري جدا، يمكن من الساعه 4 التمرين بدا في السادسه الا الربع دلوقتي شغال حالا وانا معاك على الهواء. يمكن كابتن صلاح حفيظ سمح بس له سواء قناه النادي الاهلي او كمان للموقع الرسمي بالوجود اول خمس دقائق من المران، وبعد كده تم اغلاق المران تماما. يمكن كان في سبق المران محاضره للمدير الفني مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين سواء محاضره فيديو او محاضره نظريه، وكمان كابتن صلاح حفيظ اتكلم معاهم عن اهميه هذه المباراه واهميه المرحله المقبله والتتويج ببطوله. اعتقد زي ما انت قلت في مقدمتك يا احمد هتكون يعني فتحه خير سواء على النتائج بالنسبه للدوري او كمان يعني مشوار الفريق في الموسم بشكل عام. يمكن من الدقائق القليله اللي حضرناها لمران اليوم، يمكن طبعا في تركيز كبير جدا على الاحمال البدنيه للفريق، يمكن طبعا نظر لحاله الاجهاد بيتم التعامل بشكل في حرص تام مع اللاعبين في هذا الجانب. من بعدها يمكن مستر سواريش كابتن سامي قمصان وجميع المساعدين يمكن كان بيجمعهم يعني زي ما بنقول اجتماعات كده وتجمعات كبيره جدا في المران، بيتكلموا عن الخطط والتكتيك اللي هيلعبوا بيه في الفتره الجايه وطبعا تاهيل وتجهيز اللاعبين لهذه المرحله. زي ما انت قلت دي بدايه الاعداد وان شاء الله تكون بدايه خير ويكون تتويج ببطوله غاليه جدا على كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تكون بدايه لسلسله انتصارات وعوده النادي الاهلي لمكانه الطبيعي باذن الله ويكون موسم ناجح باذن الله على كل جماهير النادي الاهلي. هل تتوقع او هل من المتوقع اذا كنت تواصلت مع الجهاز الطبي او من واقع متابعتك للدقائق الاولى من التمرين النهارده يا محمد انه يكون في عوده لبعض الوجوه اللي غابت بسبب الاصابات او بسبب الاجهاد او بسبب حتى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني في الفتره الاخيره قبل مباراه الزمالك؟ كان اتكلمنا مع الجهاز الطبي او كمان مع كابتن صلاح حفيظ هو مش عاوزين يستعجلوا ابدا في ملف المصابين، ويمكن يعني زي ما بنقول كده يعني رفضوا الحديث في هذا الامر تماما. هم اهم حاجه بيقولوا ان اللاعبين اللي موجودين معانا يكونوا بخير باذن الله، مركزين معاهم بشكل تام جدا. اللعيبه طبعا اللي هتكون لها قميه الناحيه الطبيه هيتم عرضها على الجهاز الفني اللي هيحدد مدى يعني مدى تاهلهم او تاهيلهم من الناحيه البدنيه والفنيه اللي يكونوا موجودين في المباراه من عدمه، ولكن يمكن الجميع رفض الحديث في هذا الجزء زميلي احمد. هم بس اهم حاجه بيقولوا ان احنا من كتر الاصابات بقى خلاص اهم حاجه ان المجموعه اللي موجوده معانا ان شاء الله ربنا يسلمهم من اي شر، وان شاء الله تباعا يمكن في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين باذن الله عقب مباراه الزمالك يا احمد هيرجعوا، وان شاء الله يعني يكون السكواد بتاع النادي الاهلي باذن الله من بعد ماتش الزمالك والمباراه المقبله يكون عدد كبير جدا من اللاعبين خاصه في الخط الامامي ان شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق، وباذن الله كل لاعبين النادي الاهلي يعني بنسال ربنا ان شاء الله يسلمهم جميعا من شر الاصابات. يمكن اجهاد يا احمد واصابات بالجمله طبعا. اعتقد دي حاجات كتيره جدا مؤثره سواء على مستوى الفريق او نتائج كمان في الفتره الاخيره، وده اللي ناس كتيره جدا بتغفله للاسف في هذه الفتره. بدر بنون واليو ديانج اتمرنوا النهارده مع الفريق. يمكن هو الجهاز الفني قسم التدريب لحصتين، يمكن تدريب طبعا للاعبين اللي شاركوا في مباراه بيراميدز كان ليهم برنامج تدريبي خاص، وبقيه الفريق او بقيه الفرقه كلها او بقيه اللاعبين كان ليهم برنامج خاص تاني. يمكن بدا التمرين باللاعبين اللي كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه في المباراه الاخيره طبعا علشان الحمل البدني بتاعهم هيكون اقل شويه، وبقيه اللاعبين يمكن تم تاديتهم تدريبتهم بدات في الجيم، ومن بعد كده ان شاء الله يكون خروجهم تاني ومشاركتهم في المران الجماعي مع بقيه الفريق باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا، وهنتابع طبعا معاكم لحظه بلحظه ننقل لكم الصوره يوميا من تدريب الفريق. بشكر الزميل عزيز محمد توفيق على اخبار تمرينة الاهلي النهارده.